بدأت قوات التحالف العربي اليوم عمليات عسكرية واسعة باتجاه مدينة الحديدة بالتزامن مع استمرار عمليات غربي محافظة تعز، حيث تمت السيطرة على ميناء الحيمة بحمد الله، وستستمر هذه العمليات بشكل متزامن في أكثر من اتجاه حتى تحقق العمليتين أهدافهما النهائية إن شاء الله. تشترك في هذه العمليات قوات المقاومة اليمنية بجميع أنواعها وفئاتها، إضافة إلى مشاركة فاعلة من القوات السودانية وبروح معنوية عالية وانسجام وتناغم كاملين ما بين جميع المشاركين. تأتي هذه العمليات بإسناد بري وبحري وجوي من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي قيادة المملكة العربية السعودية. موقف العدو اليوم في انهيار متتالي، تتساقط مواقعه تباعا. هناك هروب جماعي عناصره من جبهات القتال، تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم، وهناك حالة من الهلع وسط سقوط العشرات من عناصر العدو ما بين أسير وقتيل، بينهم قيادات تعبوية وعملياتية، لدرجة أنهم يبيعون أسلحتهم لتأمين وسيلة هروب في ظل استسلام العشرات من مسلحي الميليشيات نتيجة قطع أمداد التعزيزات وتضييق الخناق عليهم في كافة جبهات القتال. سنواصل عملياتنا في اليمن حتى يتم تحريره بالكامل ونسلمه لأهله عزيزا أبيا إن شاء الله. فلا مطمع لنا في اليمن سوى أن يعيش المواطن اليمني حياة كريمة، وأن يدار اليمن بأيدي أبنائه دون تدخل خارجي، ويعود اليمن بإذن الله سعيدا كما كان.